الله باش ترد علي على بالنسبه لتشجيع المنتخب المصري. فحنا تقريبا شفنا كل الامور على السوشيال ميديا فتنشكرهم لان هذا شيء عادي بالنسبه للاخوه العرب. تنظن بان المجيء ديالهم لمدينه المغرب تنظن بانه مرحب به. شفنا مدينه طنجه شفنا الجماهير ديال الشمال كلهم كانوا مع الاهلي وهذا حاجه عاديه بالنسبه لينا ماشي زعما حتشجعونا الاخوه المصريين بس لا فريق مصري فريق عربي تنبغيو يمشي بابعد مدى بالنسبه لهذه البطوله هذه. بالنسبه للمباراه ديال الاهلي والوداد فتنظر كل طرف غيش يدافع عن الفريق ديالو ما نقولش بانها ازمه كبيره لان عادي في كره القدم ما يمكنش انا مصري غندافع على الوداد ولا مغربي غيدافع حاجه عاديه ولكن تبقى الاخوه تبقى بان فريق عربي فمرحب به في المغرب. واليوم ان شاء الله واخا بزاف كاينين في المغرب بزاف ديال الجماهير تيبغيو الريال ولكن نخليو الريال جنبا ونكونوا مع الفريق العربي اللي هو الاهلي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله كلنا مع الاهلي المصري ان شاء الله اليوم.